نبدا نحكي في جغرافية المنطقة. يعني انت هلا لو استطعتك تفوت للمخيم راح تكتشف انه مش مخيم. لكن هلا المشكلة الحقيقية، تمام، المشكلة الحقيقية اللي هي انه الشوارع ما ضل الشوارع. يعني في مناطق تجول فيها متر متر ونص، في جبال، في وديان، في مغلقة الشوارع بالكامل. كمصيفيا يعني كان في يعني نوع من التوتر نتيجة الاستهداف الإسرائيلي اللي ما بيميز، يعني لا بيميزك أنت كمسعف ولا كإنسان مدني ولا كإنسان مقاوم. It could take hours, and it could also take days. We're focused on our goals. We're not here to conquer or hold the ground. When it's finished, we'll be out of there.